السلام عليكم ورحمة الله، واش حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا متهنيين، ومرحبا بكم كامل. مازلنا في مشاريعنا، واليوم راح نخدموا باني، راح تخرج بزاف هايلة، راح نخدموها بهذا القماش. خدمت معاكم بزاف، خدمنا بالسكاي، اليوم راح نخدموها بهذا القماش اللي هو اون ديتاش اللي غلفوا به الصالونات. هاد القماش كان يدير 35، ودوك راه يتباع ب 40000 للمتر. عندي لهنا القطعه تاعي، العرض نتاعها فيها 66 سنتيم، والارتفاع تاعها درت فيها 60 سنتيم. راح تكون على حساب الخبز، يعني يكون الطول تاعها ولا الارتفاع تاعها على حساب الخبز. عندي لهنا قطعه صغيره في اللون الغوز، الارتفاع تاعها 9 سنتيم، والعرض تاعها راح يكون على حساب القطعه فيها 66 سنتيم. عندي لهنا هذا القطع نفس القياس، هذو راح نديروهم اليد تاع الباني. العرض تاع القطعه تاعنا فيها 8 سنتيم، اما الطول فيها 55 سنتيم. وهنا بعد ما خيطناهم، هذا هما اليدين تاعنا كما راكم تشوفوا. ما حبيتش نطول عليكم بزاف، نروحوا للشريط اللي فيه 9 على 66 سنتيم. رايحه نرفيه من الجوانب، راح ندير له رفيه بهذه الطريقه، راح نرفيه بواحد سنتيم من كل جهه. هنا هاد القماش مش رايح يحتاج ماكينه سرفيلاج، يعني هاد القماش مش رايح يتسنسر لكم. نحكم القماش، نحطهم كيف كيف بهذه الطريقه، ونحدد المنتصف نتاع القماش. هنا هذا هو المنتصف، ونجيب القماش اللي في اللون الغوج، نحدد المنتصف نتاعو من الجهتين. راح نعين نقطه هنا، ونزيدو الجهه الثانيه بنفس الطريقه. درك كيفاش رايحين نركبوا اليدين؟ الطريقه راح تكون سهله البنات بلا ما تدي القياسات. هنا عينا المنتصف نتاع القطعه تاعنا، رايحه نطوي القماش تاعي بهذه الطريقه، نطويها على 2 ونزيد نطويها على 4. شوفوا كيفاش طويناها على 2 وزدنا طويناها على 4، ورايحه نعين نقطه هنا، نقطه في الاسفل ونقطه في الاعلى. هذه النقاط كما راكم تشوفوا، هذا وين رايحين نثبتوا هذوك اليدين. راح نزيد معاكم الجهه الثانيه، هنا المنتصف تاع القماش، رايحه نطوي القماش تاعي للمره الاولى بهذا الشكل، ونزيد نطويه للمره الثانيه، هكذا نكونوا طاوينه على 4. ورايحه نعين نقطه في الاعلى ونقطه في الاسفل، وهنا في هذه النقاط راح نثبتوا هذوك اليدين. راح نحطها هكذا اليد تاعي على هذه النقطه بهذا الشكل، تحكميها بليزي بانجل، ومن بعد تفوتي عليها بالخياط. بعد ما ثبتنا اليدين، راح نجيب هذا الشريط اللي حددنا المنتصف نتاعو، نطويه على 2 بهذا الشكل، وراح نحط المنتصف مع المنتصف تاع القطعه نتاع القماش كما راكم تشوفوا. كل حاجه راهي واضحه في الصوره. هنا رفينا هذا الشريط اللي فيه 9 سنتيم، رفيناه من الجهتين بواحد سنتيم. راح يبقى لنا في هذاك القماش اللي في اللون الاحمر 1 سنتيم حق الخياطه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. دوك نفوت عليه بالخياطه، ونزيد خياطه فوق من هذا بعد ما نخيطو، نزيد له فوق منه خياطه ونرجع معاكم. هنا عندي قطعة قماش راح نزين بها الباني، قطعتها على شكل مثلث كما راكم تشوفوا. هنا راني نقيس، جاتني شوية كبيرة، راح نزيد نقص فيها. في الأخير راح تشوفوا التزيين تاع الباني تاعنا. إذا عجبتكم الطريقة تقدروا تطبقوها، التزيين اختياري. هنا بعد ما نقصت من هاد القماش، راح نجي لهاد الكوا نحط القطعة تاعي بهذا الشكل، ونرفي القماش تاعي هكذا للداخل، ونروح نفوت عليه بالخياطة.
بعد ما ثبتنا هذه القطعة كما راكم تشوفوا، دوك نغلقوا الباني تاعنا، راح نحطوا الوجه مقابل الوجه بهذا الشكل، ونروح نخيطها على زوج جوانب. هذه هي البنات يعني الطريقة جد سهلة، التزيين اختياري. ان شاء الله يعني الفيديو تاع اليوم ينال اعجابكم، اسمحوا لي بزاف طولت عليكم. هنا بعد ما خيطناها راح نقلبها، هذه هي الباني تاعنا بعد ما كملناها. عندي هذا الخيط ولا هذا الكوردو اللي راح نربط به الباني تاعنا، نجيو للاطراف تاعو هكذا بس ما تنصروش، نحكمهم هكذا بالبريكي. الكوردو تاعنا فيه 90 سنتيم، القياس تاعو فيه 90 سنتيم. نجيبو لهنا قطعه تاع قماش كما راكم تشوفوا، نعطيكم القياسات. لهنا القطعه تاعنا فيها 7 سنتيم على 7 سنتيم، يعني نفس القياس فيها 7 على 7 سنتيم. نطوي المثلث المربع تاعي عفوا، نطويه على شكل مثلث بهذا الطريقه، ان شاء الله تكون الصوره واضحه. كما راكم تشوفوا طويناه بهذا الشكل، وراح نجيب هذا الخيط تاعنا راح نحطه هنا بهذه الطريقه، ونطوي المثلث تاعي بهذا الشكل، ان شاء الله تكون الصوره واضحه. بعد ما نطوي المثلث تاعي بهذا الشكل البنات، راح نرفد هذه الزوايا هذو في زوج، نطويهم بهذه الطريقه، ونروح نفوت عليهم هكذا بالخياط. بعد ما خيطناها يعني الطريقه راهي سهله البنات كما راكم تشوفوا، من بعد راح نقلب القطعه تاعي، ان شاء الله تكون فهمتوا الطريقه. كما راكم تشوفوا حجينا بهذا الشكل. دوكا واش راح نديروا، راح ندخل الخيط تاعي وراح نخدم الجهه الثانيه بنفس الطريقه. ندخلوا الخيط تاعنا ولا نركبوا الخيط تاعنا في الباني، بعد ما ركبنا الخيط تاعنا دخلناه من الفتحه الاولى وخرجته من الفتحه الثانيه. نجيبوا القطعه تاع القماش رايحين نخدمه بنفس الطريقه، نجيب المربع تاعي نطويه على 2 بهذا الشكل باش نتحصلوا على هذا المثلث. نحط الخيط تاعي هنا كما راكم تشوفوا، ونطوي المثلث تاعي بهذا الطريقه. طريقه سهله البنات. رايحه نجيب هذه الزوايا في 2، نعاود نطويهم بهذا الشكل، ونروح نفوت عليهم بالخياطة ونقلبهم، ونعاود نرجع معكم وتشوفوا ونقلبها ونرجع معكم وتشوفوا الباني تاعنا جاهزة. وهذه السلة تاعنا بعد ما كملناها ولا قفيفة، راح تستغليها 2 في 1. الشكل تاعها خرج بزاف شباب، شوفوا هذا جايين على شكل أجراس هذو اللي ثبتناهم على الخيط. هذا الخيط اللي راح نزيروا به الباني تاعنا ولا نغلقوا به الباني تاعنا. خدمت معاكم اللي باللون الأحمر، وخدمت هذه في اللون المارو والغوز، خرجت تحفة كما راكم تشوفوا. الحجم تاعها يبان صغير لكن راح ترفد ما شاء الله، راح ترفد 6 خبزات. راح تستغلوا هذا الباني 2 في 1، رايحة يعني ترفدي فيها، راح ترفدي فيها الخبز نتاعك في المطبخ، وفي نفس الوقت تشري الخبز تاعك ترفديه في حاجة مليحة احسن من هذاك الساشي تاع البلاستيك كيما على بالكم، خاصه كي نشرو الخبز يكون سخون. ومع الساشي تاع البلاستيك رايح يتشمخ لك هذاك الخبز، هكذا نحطو في حاجه مليحه. وهذا الباني يعني بزاف شابه، ويعني استغليها 2 في 1 كيما قلت لكم، تحطوها في المطبخ تاعكم
حاجه مليحه ولا ترفدي فيها الخبز ثاني حاجه مليحه. نتمنى ان شاء الله تكون فدكم البنات. الباني تاعنا الحجم تاعها يبان صغير لكن راح ترفد 6 خبزات تاع عائله وحاجه مليحه وحاجه مخدومه من القماش. نرجعوا للسعر البيع، راح نعطيك شحال يعني حق السلعه. حق السلعه البنات راح تشري 66 سنتيم تاع هذا القماش، 66 سنتيم نتاع هذا القماش راح يدير لك زوج نتاع باني ولا تاع هاد القفيفه، راح تبيعي الوحده ب 45000. هاد الكوردو راه نشري فيه بالبوبينه، البوبينه تاعو راهي كبيره بزاف دير 12000. قلت لكم السعر تاع البيع راح يكون ب 45000. ان شاء الله نكون فدتكم وان شاء الله استفدتوا من الفيديو تاع اليوم. اذا عجبكم الفيديو اكيد ديروا لنا ليه لايك، بارطاجيو لنا الفيديو مع احبابكم مع ناسكم هكذا باش كامل اخواتنا يستفادوا. وتهلاو في رواحكم ونتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله مع مشاريع اخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.